نحل التدريبات مع بعض. يلا مراجعة. السؤال الأول: املأ الفراغ بضمير الرفع المنفصل المناسب مما بين القوسين. عندي ألف فراغ نكرم آباءنا، في عندي مجموعة من الضمائر الرفع المنفصلة، راح أشوف المناسب وأحطه بالفراغ. عندي نحن وعندي أنا وعندي أنت. أنا لما أحكي نكرمه، نكرمه عائدة على مين؟ على جماعة مين؟ متكلمين اللي هي نحن، صح؟ ما راح أحط نحن نكرم آباءنا. وهي لجماعة المتكلمين. الآن ننتقل إلى باء. خاطب زيد صديقه بقوله فراغ متفقان. الآن زيد بيحكي مع صديقه، شو بقول له؟ بيحكوا له عن حالهم، شو بقول؟ هما ولا أنتما ولا نحن؟ طبعا راح يحكي له نحن متفقان. الآن جيم: فراغ تحسنون تلاوة القرآن الكريم. الآن أنا بحكي تحسنون، يعني في عندي مجموعة رح أحكي هن ولا أنتن ولا أنتم. الآن إذا ما بزورش أحكي هن لأنه هاي غائب. الآن في عندي تحسنون جمع لمذكر، يعني بدي أخاطب جماعة الذكور، فأنا ما بصيرش أحط أنتن لأنه هاي جماعة الإناث، فراح أحط أنتم تحسنون تلاوة القرآن الكريم. الآن ننتقل إلى دال: فراغ يجدن طهي الطعام. الآن أنا بحكي عن مجموعة نساء غائبات، ما بصيرش أحطهم لأنه هم لذكور غائبين، أنتن إناث بس مخاطبات. الآن أنا شو بدي أحط لما أتحدث عن مجموعة من الإناث الغائبات؟ شو بحكي؟ هن يجدن طهي الطعام. الإناث الغائبات. طيب الآن رح ننتقل إلى هاء: فراغ تجيدين إلقاء الشعر. الآن أنا بدي أخاطب مؤنثة، طبعا واحدة مفردة، شو رح أحكي؟ نحن ولا هي ولا أنت؟ مؤنثة لأنه موجود عندي مخاطبة، معناته أنا أحط أنت تجيدين إلقاء الشعر. المفردة المؤنثة. الآن رح ننتقل إلى السؤال الثاني اللي هو بتعلق بالمعرفة والنكرة. بين نوع الكلمات التي تحتها خط أمعرفة هي أم نكرة. ألف: قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا حكينا المعرفة والنكرة بتتعلق بالأسماء، خلينا نيجي ننظر إلى كلمة نفسا. الآن أنا لما أحكي نفسا فهمت أي نفس؟ يعني عرفت أنت أي نفس ولا احترت؟ بما أنك ما فهمت معناته ما حدت لك أي نفس، معناته هي نكرة أم معرفة؟ إذن هي نكرة. غير هيك لم ترد في نوع من أنواع المعارف. لا، قرأت كتابا مفيدا. الآن كلمة كتابا
أنا بحكي لك أنا قرأت كتاب، فهمت أي كتاب بقصد أنا؟ طبعا لا، معناته أنا بعتبرها إيش؟ نكرة، لأنها مش معروفة، ما حددت لك أي كتاب. جيم، صنعاء عاصمة اليمن. الآن جيم، صنعاء طبعا هي اسم. طيب شو حكينا إحنا؟ إنه من أنواع المعرفة العلم، قلنا العلم بيشتمل على اسم إيش كمان؟ المدينة، معناته صنعاء هي نكرة أم معرفة؟ طبعا معرفة لأنها اسم مدينة. الآن رح ننتقل إلى دال. يساعد باسل أمه في أعمال البيت. في عندي كلمتين هي باسل وفي عندي البيت. الآن باسل هي نوع من أنواع المعرفة، اسم علم، اسم شخص، صح؟ معناته هي إيش؟ هي معرفة بمعنى علم. نيجي لكلمة البيت. البيت هي معرفة لأنها معرفة بأل التعريف، مش من أنواع المعرفة إنه يكون الاسم معرف بأل التعريف، إذا هي معرفة بأل التعريف. ها، حضر إلى المدرسة طالبة جديدة. ولازم تكون حضرة، مش حضرة. حضر إلى المدرسة طالبة جديدة. شو رأيك في كلمة طالبة؟ هل هي عزيز الطالب نكرة أم معرفة؟ أنا ما عرفت أنه طالبة. طالبة يعني في طالبات كثير، معناته هي إيش؟ هي نكرة. واو، تؤدي فاطمة الصلاة في وقتها. الآن شو رأيك بالنسبة لكلمة الصلاة؟ الآن كلمة الصلاة هي معرفة. ليش معرفة؟ لأنها معرفة بأل التعريف. إذا أنا راح أعتبر الصلاة معرفة، راح أحكي نوعها من أنواع المعرفة معرفة بأل التعريف. الآن راح ننتقل إلى السؤال الثالث. راح في عندي أمامي نص راح أقرأ لك إياه. اقرأ النص الآتي ثم استخرج منه حروف الجر والاسم المجرور. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا كان في القضاء خمس خصال فقد كملا: علم بما كان قبله، ونزاهة عن الطمع، وحلم على الخصم، واقتداء بالأئمة، ومشاورة أهل العلم والرأي. طبعا رح نستخرج معناته حرف جر واسم مجرور، يعني يا خامس شبه جملة. أول إشي في القضاء في عندي حرف جر وفي عندي اسم مجرور، كمان بما كان قبله، ب زائد ما، طبعا هاي حرف جر، هاي ما راح تكون اسم موصول بمعنى الذي في محل جر. طبعا كمان عن الطمع، هاي راح تكون شبه جملة. وعلى الخصم وبال أئمتي، طبعا جميعها مكونة من حرف جر زائد اسم مجرور راح يكون، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. طبعا الماء إذا أنا حطيت بدلها الذي أفادت معنى الذي، تكون اسم موصول بمعنى إيش؟ بمعنى الذي. ويعطيكم العافية أعزائي الطلاب، ولا تنسى حل الواجبات والمتابعة معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.